متابعي المربع نت، أهلا بكم. دشنت بنتلي مولسان لأول مرة في عام 1980 كأفخم سيارة من العلامة البريطانية، مع توقفها في عام 1992 ثم إعادة إحيائها مجدداً في عام 2010، وها هي منافسة رولز رويس فانتوم ستختتم رحلتها في عام 2020، حيث قررت بنتلي وقف تصنيع مولسان، وذلك لضعف مبيعاتها التي انخفضت من 1200 نسخة سنوياً إلى 500 نسخة في عام 2019 مع بيع 7300 نسخة منها خلال 10 سنوات. كما أن العملاء الذين كانوا يشترونها أصبحوا يقبلون على سيارات الـSUV مثل بنتايغا بدلاً منها، ولذا تنوي بنتلي إضافة SUV أخرى بجانب بنتايغا. ناهيك عن أن تصنيع سيارة مولسان واحدة يستغرق 400 ساعة على الأقل، كونها تتطلب أعمالاً يدوية مكثفة، لذا عند وضع مبيعاتها وسعرها في الاعتبار وهي تبدأ من 300 ألف دولار، أي تتخطى 1,100,000 ريال، فإن ذلك لا يعد كافياً للاستمرار في طرحها. يذكر أن مولسان سبيد أقوى نسخ مولسان أتت بمحرك 6.75 لتر 8 سلندر بقوة 530 حصان وعزم 1100 نيوتن متر، وهي أيضاً سيتوقف تصنيعها بعد استمرارها منذ عام 1959. ما رأيك في وقف تصنيع بنتلي مولسان؟ شاركنا بالتعليق.